السلام عليكم. حلوة الجنجلان بلا زبدة بلا دقيق كتجي رائعة وما فيهاش المكونات بزاف. شوار نطحنهم إذا كان الزنجلان بيض تقدروا تحمروه واحد شوية لأن غادي يدخل الفران. بعد ما نحس بهم يعني صافي قربوا يبداو يطحنوا شويه بين وبين ما طحنوش بزاف او تاني غادي نزيد عليه كاس ديال سنيده انا ما بغيتش ندير حلو بزاف تقدروا ديروا كاس ونص. زدت واحد المعلقه ديال لافاني طحنت واحد شويه من بعد غادي نزيد عليهم الكونفيتير اللي كان عندك. انا كنفضل ديال المشماش جوج معالق ديال الكونفيتير سهلة وما فيهاش القوام بزاف. جوج معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش درت جوج بيضات من بعد غادي نطحن كل شيء. هذا هو الشكل ديالو صافي. غادي نجيب دابا واحد البوش واحد صافي بديت كنشكل. الحجم اللي كتفضلوا نتوما بغيتوا ديروه صغير بغيتوا ديروه كبير اللي بغيتوا كتجي رائعه وعاطيه واحد الريحه غزاله ديال الجنجلان. انا قلت لكم نغيروا شويه انا كيعجبني التغيير ما فيهاش المقادير بزاف اللي ما نجربوها. بعد ما نشكلها غادي نجيب دوك الفواكه المعسله اللي كان عندكم. تقدروا ديروا لوزه او كاوكاو او تخليوها هكا عاديه هي كتعطي منظر زوين. من بعد هذوك اللي صغار زدت فيهم شويه صافي بديت كندير دوك الفواكه اللي قلت لكم. كتدخل الفران نص ساعه ما كاملاش 20 دقيقه يعني غير تحسوا بها بدات تحمر صافي خرجوها باش ما يتحركش عاوتاني يعطي ديك النسمه ديال الحراق ما يجيش زوين. الزواق تيبقى اختياري بغيتو تزوقوها بغيتو تخليوها هكا. صافي من بعد ما دخلتها الفران لحسب 20 دقيقة او 25 دقيقة كيبدا يحمر هكا شوية صافي حيدوها. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما تنخرجوها من الفران
صراحة جات رائعة. شكيل زوين. تنتمنى تنال اعجابكم وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاهل والاحباب، وعواشركم مبروكة يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله وطول العمر، ومع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحة.